هل تريد إرسال الإنترنت عن طريق الواي فاي لمسافة تصل إلى كيلومتر واحد دون انقطاعات مع الحفاظ على سرعة الإنترنت واستقرار الشبكة؟ هل تريد ربط كاميرا مراقبة لمسافة تصل إلى 1000 متر دون تمرير الكابلات أو الأسلاك؟ معنا اليوم جهاز فخم واحترافي من شركة رويجي ري. اليوم معنا جهاز وايرلس بريدج من هذه الشركة، وهو عبارة عن جهازين، واحد مرسل والثاني مستقبل. مثلا إن كان لديك الإنترنت في منزلك ولديك محل تجاري أو مكتب يبعد عن المنزل مثلا بكيلومتر، يمكنك مشاركة الواي فاي والإنترنت مع المكان الآخر دون الحاجة إلى اشتراكين في الإنترنت. أيضا بالنسبة لنا للناس التي تشتغل في مجال كاميرا المراقبة، حل سهل جدا وفعال من أجل إرسال صورة كاميرا المراقبة الاي بي لمسافة تصل إلى 1000 متر لجهاز الان في ار دون تمرير الكيبلات أو الأسلاك أو سويتشات البي او اي. فالآن لديك الحل فعال. وما يميز رويجي ري أن هذه الأجهزة مخصصة لكاميرات المراقبة أيضا، والدليل هو لاحظوا معي هنا سوف تجدون مكتوبة كاميرا اند، يعني هذا الجهاز الذي يكون مرتبط مع الكاميرا. ولدينا هنا ريكوردر اند، يعني الجهاز الثاني الذي يكون بجانب الواي فاي او الان في ار، ويمكنك استخدامه ايضا في المصعد الكهربائي. نعم هذه الطريقة مجربة وفعالة، يمكنك استخدام جهاز رويجي ري في المصعد الكهربائي. تقوم بوضع الجهاز الأول بجانب الان في ار وراوتر الواي فاي، والجهاز الثاني يكون مع الكاميرا التي تكون في المصعد. النسخة التي معنا اليوم من رويجي ري هي RG EST 310V2، يعني النسخة الثانية، وهي بها مميزات عديدة. أولا هي POE، يعني يمكنك إعطاؤها الباور فقط بكيبل الشبكة، وأيضا بها الكثير من المميزات. أولا هذه الأجهزة هي مقاومة لعوامل الطقس، الشمس، الأمطار، الثلوج، يمكنك وضعها في الخارج فهي تشتغل بكفاءة. أيضا هذه الأجهزة ما يميزها أنها سهلة في الاستخدام والإعداد، يعني حتى وإن لم يكن لديك أي معرفة مسبقة بمجال الشبكات فهي تدعم ما يسمى بالأوتو بيرن، يعني الجهاز الأول يتعرف على الجهاز الثاني أوتوماتيكيا. وما يميز هذا الجهاز أيضا هو أنه يمكنك إعداده فقط من تطبيق الهاتف، يعني ليس بالضرورة أن يكون لديك جهاز كمبيوتر لكي تقوم بإعداد هذه الأجهزة، ففقط بتطبيق التابع لرويجي ري يمكنك أن تقوم بإعداد هذين الجهازين بكفاءة عالية. يدعم أيضا 5 جيجاهرتز ويضمن لك سرعة وكفاءة في الاشتغال. هذا الجهاز يدعم خاصية الميو مايمو الملتي يوزر، يعني حتى وإن كان هناك الكثير من المستخدمين في الشبكة والكثير من الأجهزة المتصلة لن تعاني من ثقل في الشبكة، وتضمن لك ستيبل تراف، يعني أن الشبكة سوف تشتغل بكفاءة عالية واستقرار. وأيضا بها خاصية الأوتو هيلين، يعني أنها تعالج مشاكلها بنفسها. ما يميز كل أجهزة رويجي ري هو ما يسمى بالكلاود مانجمنت، يعني سوف تستطيع أن تقوم بإعداد والتحكم في كل الأجهزة التابعة لهذه الشركة عن طريق منصة رويجي ري التابعة لهم. إذا الإخوان إن أعجبكم هذا الجهاز وتريدون أن تتعرفوا على المزيد من مثل هذه الأجهزة، اتركوا لنا رأيكم في التعليقات لكي نركز على مثل هذه الحلول التي يمكنها أن توفر لك الكثير من الوقت والجهد والمال بأقل تكاليف. يمكنك تمرير صورة كاميرات المراقبة للمسافات الطويلة، وأيضا مشاركة الإنترنت مع أماكن أخرى دون تمرير الأسلاك والكابلات وما إلى ذلك. هذه حلول جيدة، فقط يجب علينا أن نعرف ونحسن الاختيار. إذا الإخوان إن أعجبكم الفيديو اتركوا لي رأيكم في التعليقات. كان معكم أخوكم منصف غانم، إلى اللقاء.